مرحبا بحضراتكم من جديد. تشكيلة منتخب غانا هيبتدي ازاي النهاردة؟ هيبدأ في حراسة المرمى أوفوري، أربعة في خط الظهر منسا ومحمد ساليسو وجيكو وأودوي، قدامه ثلاثة ساليسو عبد الصمد وأشيمينو، وقدامهم محمد قدوس اللي النهاردة طبعا بيبدأ نجم ويست هام الإنجليزي، جوردن آيو، إناكي ويليامز وسيمينيو. تشكيلة مليانة نجوم، وعلى الدكة طبعا في برضو أكتر من اسم من الأسامي المعروفة، أندري آيو، عثمان بوكاري، جوجو لاكوت، إليشا ووسو، لورانس آتي زيجي، دانيال أمارتي، إرنست نواما، جوناثان سوا، إدريسو بابا، وجوزيف بانسيل ويوبا. تشكيلة غانا تشكيلة أكيد الراجل النهاردة زي ما قلت لكم في بداية كلامنا إنه بالنسبة لهم كريس هوتون النهاردة بيسعى للفوز وبشدة، لأنه في حالة خسارته فموقفه هيتعقد جدا بعد خسارته في اللقاء الأول، وبنسبة كبيرة هيكون خلاص يعني أمله ضعف جدا حتى في التأهل.